وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض مشايخ الصوفية إن الأولياء يهبون الأولاد وأنهم يخلقون في الأرحام، هل هذا من شرك الربوبية وهل لهم سبب؟ هذا من الغلو، هذا من الغلو في المخلوقين، حتى زعموا أنهم يخلقون مع الله تعالى الله عن ذلك، بل يقولون أكبر من هذا، يقولون أنهم هم اللي يدبرون الكون، وهم الأقطاب واللي يدبرون الكون، فهم تجاوز شركهم شرك أبي جهل وأبي لهب، حتى أشركوا مع الله في الخلق والتدبير تعالى الله عن ذلك، وهذا من الغلو فيهم. نعم.